سادتي أنسات سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي، يسعدني أن أرحب بحضراتكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أحداث ووقائع الجولة الختامية في سوبر المحترفين المصري للرجال لكرة اليد لموسم 21-22. لقاء اليوم بننقله لحضراتكم من صالة أو مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. اللقاء تم تأخيره شوية يعني عشان يبدأ الساعة 11:30 وكان مقرر له الساعة 11. يجمع اللقاء بين الأهلي والزمالك في مشوارهم في الدورة الختامية سوبر المحترفين. النادي الأهلي مشاهدينا الكرام قدام حضراتكم بزيه الأحمر، ونادي الزمالك بزيه الأصفر زيه الأبيض. النادي الأهلي بيمثله اليوم عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد حارسي المرمى. مهاب سعيد رقم 48، أحمد هشام سيسا 79، عبد العزيز إيهاب 11، 24 إبراهيم المصري 80، أحمد عادل 72، ياسر سيف 92، أسامة الجزيري 10، عبد الرحمن فيصل 7، مصطفى خليل 26، محمود محمد 55، محمد سليمان محسن سليمان 5، محسن رمضان 55، محمد سليمان 98، عمر خالد كاستيلو 9، اسلام حسن كابتن وقائد الفريق. طاقم التحكيم اهو قدام حضراتكم، الكابتن علاء حسن والكابتن حسام معتمد. اما نادي الزمالك تشكيله مشاهدينا الكرام، كابتن احمد الاحمر الجولدن بوي قدام حضراتكم 66، محمود خليل فلفل 72، كريم هنداوي كاتونجا 88 كحارسي مرمى، وايضا لوكا محمد علاء ومصطفى بشير ومودي محمد بسيوني ومحمد رمضان هتلر واكرم يسري وعمر الوكيل وحسن وليد قداح وسيف الدرع ويحيى الدرع. ده تشكيل نادي الزمالك. اللقاء الاول والمباراه الاولى للمدير الفني للنادي الاهلي الكابتن دانيال جوردو المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي، والسلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه. استمعنا مشاهدينا الكرام للسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وعودة في أجواء رمضانية جميلة وختام سوبر المحترفين. مشاهدينا الكرام، الجولة الأخيرة في هذا البطولة، وأدي التحية وعناق ما بين كريم هنداوي كاتونجا وعبد الرحمن طه منافسين الملعب ولكن زملاء المنتخب. المدير الفني دانيال جوردو
المدير الفني للنادي الأهلي، وكابتن أحمد سالم المدرب العام، وهشام عبد الوهاب ميشو المدرب المساعد. وأدي التعليمات الأخيرة. لقاء اليوم لأول مرة يجمع بين المواجهة الأسبانية من خارج الخطوط. مشاهدينا الكرام، طبعا الفكر الأسباني يتمثل فيه أوليفر روي المدير الفني لنادي الزمالك، ودانيال جوردو المدير الفني للنادي الأهلي. تحية وتشجيع والكلمات الأخيرة التي يتيمن بها كلا الفريقين آيات من القرآن الكريم للتوجه والتضرع والدعاء بالتوفيق والفوز في هذا اللقاء. كابتن هشام عثمان، خالد عثمان عفوا، مدرب حراس المرمى للنادي الأهلي، كان قدامكم في الصورة لحضراتكم. قلنا لحضراتكم على تشكيل الفرقتين، وقلنا لحضراتكم على الجهازين الفنيين. محمد محمود شرف مدرب عام مع أوليفر روي اللي هو كابتن روبي، وحازم حامد مدرب. لحظات قليلة وثواني قليلة وهنبدأ اللقاء مع حضراتكم. وآدي النادي الأهلي اللي هيبدأ برمية الإرسال مع سيسا. وبيلعب إسلام كصانع ألعاب وبلاي ميكر للنادي الأهلي وصانع لعب على الدايرة أحمد عادل. وانطلقت صفارة اللقاء مشاهدينا الكرام اللي نتمنى التوفيق فيها للنادي الأهلي إن شاء الله، والفوز ليقدر إن هو يحصد هذه البطولة. عادي كاستيلو وتبادل الكرات كده كعرف وتقليد بيتم في كرة اليد، والروح الرياضية والأخوة اللي بتجمع كل اللاعبين ضمن منتخبنا الوطني المصري. لاشين بيبتدي في الرايت باك أو الباك رايت أو الظهير الأيمن، وآدي إسلام وهيحاول يمر ويمرر الكرة لكاستيلو في الوينج رايت. لاشين تاني، اسلام هيحاول ونزل الكره على الدايره لاحمد عادل وكاتونجا، واولى تصدياته وتالقه. وادي سيف الدرع حاول يخترق وتلمها النادي الاهلي، ومن اسلام لاحمد عادل وكاتونجا لتاني مره بيشيل كوره الثانيه على التوالي من احمد عادل من انفراد تام. احمد حسام ويحيى الدرع بيهدي الملعب تماما، وبيطلع هتلر ويخرج بعد ما غير التغييرة الهجومية. بقى هيخرج هتلر وينزل مين؟ ادي نزل حسن وليد، وعلى الدايرة سيف الدرع. احمد الاحمر بيلعب في نص الملعب، لسه نادي الزمالك بيستكشف مشاهدينا الكرام. حسن قداح للدرع، عمل تمريرة على الدايرة لسيف، تمريرة عائلية من يحيى لسيف. استلم سيف وصوب، تصدى حميد اللي بادئ اللقاء في حراسة مرمى النادي الأهلي مشاهدينا الكرام، لكن كان في دفاع من داخل الستة متر ورمية جزائية حميد في مواجهة أحمد الأحمر، وينجح حميد إنه يتصدى لأولى اللقاءات بتألق وتركيز عالي. فعلا حميد بيشيل الرمية الجزائية ويحافظ على نظافة الشباك مشاهدينا الكرام حتى الآن. عبد الرحمن فيصل للاشين لإسلام لفيصل ويصوب لاشين، لكن دفاع قوي من يحيى الدرع. وآدي طولة التسجيل، شفنا حضراتكم كابتن حمدي ناصر والكابتن محمود البلتاجي مسجل وميقات لهذا اللقاء، والكابتن عفة رشاد.
وادي تاني اسلام حسن وتصويبه من الثبات واللي فات فات وهاتها بالشبكه يا كاتونجا. الهدف الاول للنادي الاهلي تصويبه ثبته من اسلام حسن وهو بيتحرك بدون ارتقاء، وادي الدرع وتاني تصويبه وتاني تصدي وتالق من حميد وتوصل من اسلام لسيسا ومن سيسا للشبكه ومعاها تاني اهداف النادي الاهلي مشاهدينا الكرام. وادي كاتونجا وبدايه الاعتراضات على الكابتن، وادي تصويبه اسلام والهدف الاول في الشباك الزملكاويه مشاهدينا الكرام. وتحيه وتشجيع بنك الاحتياط ودكه بدلاء النادي الاهلي. واضح مشاهدينا الكرام ان النادي الاهلي نازل هذا اللقاء وعنده يعني تحفظ وتحمس كبير جدا عشان يوصل لنقاط هذا اللقاء ويفوز ببطولة السوبر المحترفين. ونوضح لحضراتكم برضو زي ما تبايلنا في الاستوديو التحليل الكابتن هيثم، ادي اختراق من يحيى الدرع ودفاع وإعاقة من لاشين وبيقع الدرع على الارض ويحصل على الرميه الجزائيه وايقاف لمده دقيقتين على لاشين. واحنا بنلعب في الدقيقه 5 مشاهدينا الكرام. قام يحيى الدرع سليم الحمد لله، وهيخش متخصص بقى او يعني صاحب الأفضلية في الرميات الجزائية أكرم يسري بعد ما الأحمر أخفق في الرمية الأولى، فبيصوب أكرم يسري ويحرز أول أهداف نادي الزمالك مشاهدينا الكرام. 2 الأهلي 1 الزمالك. أحمد عادل مع الكورة لإسلام حسن في نص الملعب، على يمينه محسن رمضان وعلى شماله عبد الرحمن فيصل، وفي الجناحين سيسا وكاستيلو. أحمد عادل على الدايرة، هيطلع أحمد عادل نتيجة النقص العددي. أهو نزل ياسر سيف على الدايرة بعد ما أهدر أحمد عادل رميتين متتاليتين، قطع سيسا من الجناح. الزمالك بيلعب 6-0 مقفولة. اسلام والتصويبه لكن بره الثلاث خشبات، وتبقى رميه مرمى لنادي الزمالك يلعبها على طول، توصل من سيف الدرع ليحيى الدرع ويخترق ويخش ويطلق قذيفه ليحيى الدرع يحرز بيها تاني الاهداف. 2 الزمالك 2 الاهلي، هدف التعادل. واحنا بنلعب في الدقيقه 6 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. نزل ياسر سيف على الدايره مكان احمد عادل، معقوله التغييرات اللي عملها المدير الفني مستر دانيال جوردو الاسباني، ويخش عبد الرحمن فيصل واختراق قوي برضه، بيرد القوه بالقوه والنار بالنار والحديد بالحديد، ولا يفل الحديد الا الحديد. بيخش فيصل باختراق قوي جدا ويحصل على رميه جزائيه وايقاف دقيقتين على مين؟ على هتلر من نادي الزمالك. رميه جزائيه عمر خالد كاستيلو في مواجهه كريم هنداوي، ويصوب كاستيلو ويحرز الهدف الثالث مشاهدينا الكرام لصالح النادي الاهلي. 3 الاهلي 2 الزمالك. احمد الاحمر في الباك رايت بيلعب كوره عكسيه لبكار، تمريره سحريه من الظهير الايمن الباك رايت او الرايت باك للليفت وينج الجناح الشمال اهي زي ما شفت حضراتكم، واستلم بكار ووسع لنفسه عمر الوكيل واحرز هدف التعادل. اللقاء بادي حماسي مشاهدينا الكرام، النادي الاهلي عنده اصرار، وادي سيسا واختراق وخداع وتمويه بالتمرير واخترق وخدع الدفاعات الزملكاويه ونجح انه يحرز
في شباك كاتونجا الهدف الرابع لصالح النادي الأهلي. مشاهدينا الكرام، كمل النادي الأهلي، لسه نادي الزمالك عنده إيقاف دقيقتين وكده طلع كاتونجا ونازل لاعب مكانه، والمرمى خالي والخطأ هيكون غالي زي ما بنقول لحضراتكم دايما في لعبتنا لعبة كرة اليد. ادي احمد حسام استلم الكرة من يحيى الدرع ودخل من الوينج رايت اهو، لكن سيسا حاول انه يقطع الكرة فلمسه فاعاقه وحصل على الرمية الجزائية لصالح نادي الزمالك. وادي دانيال جوردن بيتكلم مع الكابتن حسام معتمد، والكابتن حسام بيقول له اتس ماي جوب، يعني دي وظيفتي، ده واجبي، ده شغلي، انا اللي شايف وانا اللي بدي القرار، فلو سمحت بلاش الاعتراضات. اكرم يسري والرميه الجزائيه في مواجهه حميد، ومعاها تاني اهدافه ورابع اهداف نادي الزمالك. مشاهدينا الكرام، اسلام حسن لسيسا لفيصل للاشين لإسلام، ويصوب مع تحرك خططي وتغيير في المراكز ويحرز بيها إسلام حسن. أهو تقاطعات وخداع لدفاعات نادي الزمالك اللي فتح صفوفها نتيجة النقص العددي اللي عندها. وكمل دلوقتي نادي الزمالك بعد ما تقدم النادي الأهلي 5-4 الزمالك. طالع إبراهيم المصري بيلعب دفاع متقدم شوية على يحيى الدرع عشان محاولة المقابلة، وآدي حسن وليد بقى قداح اللي دخل صاحب القذائف الجو جو أهو، استلم تمريرة الدرع ارتقى واخترق بين 2 و3 بين ياسر سيف وإبراهيم المصري وصوب على شمال حميد الهدف الخامس. يمكن مشاهدينا الكرام حضراتكم تابعين معانا اللقاء ماشي هدف بهدف، جون بجون، إيقاف بإيقاف، تصويبه بتصويبه، تصدي بتصدي، تألق بتألق، لكن إن شاء الله النادي الأهلي هيبقى قادر في هذا اللقاء على حسم. وآدي هتلر تاني طلع قابل عبد الرحمن فيصل وإيده جت في وش عبد الرحمن فيصل، ودي يعني المفروض إنه بيبقى فيها عقوبة، وفعلا الكابتن علاء يعني يمكن هتلر لسه نازل ما كملش ثواني وبيحصل على إيقاف دقيقتين، يمكن الكابتن علاء حسن كان رحيم بيه ما ادالوش الكارت الأحمر لأن تعديلات واللعب على الوجه. عفوا مشاهدينا الكرام، تاني لاشين لإسلام لفيصل للاشين لفيصل، قلبها الاهلي 4-2. لاشين بيعمل برضو العكسيه، التمريره السحريه اللي عملها احمد الاحمر لبكار برضو لاشين عملها منه لسيسا اهي، شايفين تمريره عكسيه فتحت الملعب تماما ودخل سيسا وصوب واحرز الهدف السادس لصالح النادي الاهلي. ما زال النادي الاهلي محافظ على تقدمه مشاهدينا الكرام منذ بدايه اللقاء وحتى الدقيقه 11 من زمن واحداث الشوط الثاني، وكده طلع المرمى كاتونجا من المرمى والمرمى خالي، ولو قطع النادي الاهلي التصويبه دي الخطا هيكون غالي. حسن قداح بيطلب إنه يبقى في عقوبة نتيجة الدفاع القوي من النادي الأهلي اللي بيلعب دفاع على 9 متر. أحمد الأحمر هيخش وصوب وحصل على الرمية الجزائية، ارتطمت تصويبته في السوكة كده في 90 في الزاوية البعيدة على يمين حميد في المقص، لكن تطلع بره الملعب وكان في دفاع على أحمد الأحمر وحصل على الرمية الجزائية. طلع حميد ونازل عبد الرحمن طه في مواجهة مين؟ في مواجهة كاستيلو برضو اللي أصبح هو سبيشاليست الرميات الجزائية، رميات ال7 أمتار. مشاهدينا الكرام، أكرم ويسري في مواجهة طه، يسري وطه، طه ويسري، وطه ينجح ويتألق بكل ثبات وكل تألق، يقفل تماما
ويمنع الرمية الجزائية. تاني رمية جزائية بتضيع من نادي الزمالك مشاهدينا الكرام. لاشين لفيصل لإسلام على الدايرة تقع من ياسر سيف يلمها الدرع للأحمر اللي يصوب بدون ارتقاء كده وهو بيجري على يمين حميد في الأرض. الهدف السادس عشان يتعادل نادي الزمالك. إسلام وادي للجناح اهي توصل لكاستيلو لفها كاستيلو برست ايده لكن لسوء حظه في القائم البعيد ويتابعها كاتونجا ويلمها ويلعب الكوره ليحيى الدرع. على مهله تاني الزمالك مشاهدينا الكرام. يمكن قلنا لحضراتكم وبنوضح برضو ان الزمالك والاهلي التقوا مشاهدينا الكرام هذا الموسم في 5 مواجهات وده اللقاء السادس اللي بيجمع ما بين القطبين. تمريره هي سحريه في الاعاده وفي الاعاده كل الافاده من يحيى الدرع لكاستيل لبكار ويستلم ويلف ويصوب يحرز الهدف السابع واول تقدم للزمالك. حسن وليد ليحيى الدرع اللي داخل وحاول يعملها تمريره كده خلفيه لكن قطعها الدفاعات الاهلاويه. قلنا التقوا الفرقتين والقطبين والكبيرين في عالم كره اليد المصريه مشاهدينا الكرام 5 مرات. استطاع الزمالك ان هو يفوز في 3 لقاءات وتعادل الفريقين في لقائين. حسن قداح بيخترق ولكن حميد بالتألق والتصدي الشجاع بيطلع نجمة كده ويفتح ايديه ورجليه ويقفل تماما ويهاجم حسن. وادي الأحمر حاول يعملها تاني لكن حميد بيتصدى ويلمها ويعملها فاست بريك لسيسا اللي يحرز بيها الهدف السابع. اهي لمها سيسا وراح بيها لوحده وخد الكوره والدريبلاية وال3 خطوات ونزل كاتونجا بالخداع تحت على الارض وحط الكوره برست ايده في سقف الشبكه وسقف المرمى محرزا الهدف السابع لصالح النادي الاهلي مشاهدينا في كل مكان مشاهدي قناه النادي الاهلي. بنستمتع باداء تاني كورة على الدايرة لسيف الدرع وادي توجيه من الكابتن حسام معتمد لياسر سيف على الدايرة انه كان في اعاقة والكرة طلعت بره المرمى لكن رمية جزائية لصالح نادي الزمالك. احمد الاحمر رجع تاني هيصوب بعد ما اخفق في اولى الرميات الجزائيه لنادي الزمالك هيصوب دلوقتي بعد ما كاستيلو اخفق هو كمان والاحمر بينجح انه يحط الكوره في عبد الرحمن طه على شماله محرزا اعلن تقدم الزمالك لتاني مره 8 الزمالك 7 الاهلي اللي ابتدى مستر دانيال جوردو المدير الفني يعمل تغييرات بقى وروتيشن دلوقتي ونزل اسامه الجزيري في الباك ليفت اهو اللي معاه الكره قدام حضراتكم رقم 92 واسلام حسن في نص الملعب طلع له كاستيلو من الجناح لاسامه الجزيري اللي هيحاول يعدي ويمرر الكوره لسيسا احمد هشام وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. تاني الجزيري لاسلام حسن بيطلب اسلام انه يبقى في تقاطعات للخط الامامي للنادي الاهلي كده وقلبوه 4-2 نزول كاستيلو وياسر سيف واشاره اللعب السلبي واحنا بنلعب في الدقيقه 16 من زمن الشوط الاول مشاهدينا الكرام. وادي الجزيري هيخش ويخترق ولكن برضه لسه في اشاره اللعب السلبي مرفوعه اهي من طاقم التحكيم مشاهدينا الكرام. وادي لاشين ويصوب لاشين لكن دفاع قوي
وصفاره وفاول ورميه حره، وادي اهي التمريره الجزيري والارتقاء الدبل تكف بتاع الجزيري اللي احنا عارفينه، لكن كان في متابعه من كاتونجا ويتصدى للكوره وتبقى رميه مرمى لنادي الزمالك. المباراه يعني كما تعودنا مشاهدينا الكرام من جناحي كره اليد المصريه الاهلي والزمالك، والزمالك والاهلي اللي بيضموا اغلب عناصر منتخبنا الوطني. وادي احمد الاحمر تصويبه وتصدي من حميد ودفاع من يوسف بن ياسر سيف وصفاره من علاء حسن وفاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. ادي اهو ابتدى تاني الاهلي يلعب دفاع متقدم بعد ما احرز احمد الاحمر التصويبه دي، وادي كان في صفاره واشاره من الكابتن حسام ان كان فيها مشي بالكوره اكتر من ثلاث خطوات ويخش الدرع عايز يخترق ويمرر لحسن وليد للاحمر لحسن وليد تاني اللي بيصوب ويطلق بقى قذيفه قويه واقع حسن ويصوب اسلام ما شفناش الكوره الحقيقه يعني. احرز بيها اسلام حسن الهدف اهي الاعاده تاني، دخل حسن ارتقى وصوب وقع على الارض كان في دفاع قوي احرز الهدف. لعب الاهلي رميه الارسال سريعه وزي ما هي قدام حضراتكم النتيجه 9 الزمالك 8 الاهلي الدقيقه 17 من زمن واحداث الشوط الاول. وادي في اعتراض كده من الكابتن روبي والجهاز الطبي نازل لحسن الدح ومعاه حميد بكل روح رياضيه. وقام حسن سليم ان شاء الله يستكمل اللقاء مع فريقه احد العناصر المؤثره في صفوف نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني مشاهدينا الكرام، ومعاه كابتن روبي بيطمن عليه وتقريبا هو كان فيه كدمه في الضلوع. وغالبا مستر اوليفر روي هيسحبه من الملعب. اتلعبت رميه الارسال او هيبتدي اهو اللقاء تاني نستأنفه مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. لعب سيف الدرع لمودي اللي نزل فيه الليفت باك ويحيى الدرع في نص الملعب وامامه في على الدايره سيف وعلى يمينه الجولدن بوي احمد الاحمر كاستيلو طالع بيقابل من بره 9 متر من على 10. وادي احمد الاحمر وقدامه سيف الجزيري قافلين النادي الاهلي بقياده الصخره ذا روك ابراهيم المصري. وادي الدرع لاحمد الاحمر وتاني الاحمر بيصوب على يمين حميد في الارض الهدف العاشر 10 الزمالك 8 النادي الاهلي. نزل دلوقتي نعمان في نص الملعب كصانع العاب للجزيري لسيسا في الجناح للجزيري لنعمان ولاشين على يمينه وياسر سيف على الدايره وكاستيلو في الجناح. احمد حسام طالع بره بيقابل على نعمان من بره 9 متر والجزيري لاشين سيف استلم وادي الدرع بيستعمل قوته في الدفاع وايقاف على طول دقيقتين هايل. ياسر سيف استلم الكوره هنا اهي شايفين حضراتكم الاعاده وفيها كل الافاده. استلم الكوره لف الدرع كان ماسكه بايديه الاثنين وفيها جذب ودفع للاسفل يعني وعلى طول عقوبه الايقاف لمده دقيقتين واعتراض بيقول له انا بدافع بايد واحده حتى. وادي الكابتن هاني سعيد مراقب المباراه. اسلام حسن خطوه زياده من اسلام اربع خطوات فعلا وصفاره من الكابتن علاء. طلع كريم عشان ينزل دلوقتي لوكا كمان.
اللي شايفينه دلوقتي بيلعب في مركز جديد عليه، بيلعب في مركز لاعب الدائرة. ولوكا اصلا مشاهدينا الكرام طبعا معروف ان هو بيلعب اصلا كصانع العاب او بلاي ميكر سنتر هاف. فكده عندنا مودي سنتر هاف، وعندنا الدرع سنتر هاف، وعندنا لوكا سنتر هاف، كل دي في صفوف نادي الزمالك اللي بيحاول الدرع. وادي مودي ويصوب وفاول عكسي بذكاء من ياسر سيف. الحقيقه عمل دفاع ولا اذكى ولا اروع، بيحصل على فاول عكسي على مودي ويمنع الهجمه من انهائها في الشباك الاهلاويه. اسلام حسن، لاشين، كاستيلو، لاشين، ويصوب لاشين ويتصدى كاتونجا. لسه دانيال جوردو المدير الفني للنادي الاهلي اهو بيشجع لاشين ويعني وبيقول له هارد لك على التصويبه اللي تصدى ليها كاتونجا. طلع دلوقتي وادي كمان سيف الدرع بيحاول يخترق سيف. وعلى مهله طبعا بيضيع الوقت عشان يستغل الهجمه على ما يستكمل صفوفه نتيجه الايقاف الدقيقتين على يحيى الدرع. مودي لاحمد الاحمر لسيف ويصوب سيف بره الثلاث خشبات يجيبها حميد على طول ولاسلام حسن اللي رايح اسلام تاني ويخترق ويتوغل وفاول عكسي حسبها الكابتن علاء على ياسر سيف انه حجز الاعاده اهي اللي كان فيها اعاده حسبها فاول عكسي على النادي الاهلي عشان يحافظ الزمالك مشاهدينا الكرام على تقدمه 10 الزمالك 9 الاهلي. مودي ليحيى الدرع اللي نازل بقى وبيأكد تصويبه على يمين حميد الهدف ال11. وادي تايم اوت وقت مستقطع بيطلبه النادي الاهلي مستر دانيال جوردو. وادي مودي ليحيى بيطلق تصويبه قويه على يمين حميد الهدف ال11 مشاهدينا الكرام. نتابع ونشوف مع حضراتكم كده كلا المعسكرين بيقولوا ايه. بيطلب كابتن دانيال جوردو ان احنا نلعب شويه على الفاست بريك ونتحرك اسرع شويه. وفي المعسكر الثاني كنا سامعين الكابتن الروبي بيطلب ان اللعيبه ما تندفعش وتروح مع الحكام في قراراتها سواء كانت القرارات صح او خطا، بلاش الاعتراضات وان احنا نخرج بره المود مع قرارات الحكام. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه النادي الاهلي مشاهدينا الكرام. بعد ما زاد الفارق وصل الى 3 اهداف 11 الزمالك 8 الاهلي وبنلعب في الدقيقه 22. ونزل دلوقتي مصطفى خليل مشاهدينا الكرام، وفي نص الملعب نعمان وعلى يمينه محسن رمضان. خليل تاني لنعمان ويصوب نعمان ويلمها سيسا ويحرز بيها سيسا الهدف التاسع. صوب ارتدت خدها سيسا كان اسرع من احمد الاحمر واحرز الهدف وهي الكره في الهواء خدها بايد واحده وصوب كل ده بخطوه واحده احمد هشام سيسا وكان حصل على مان اوف ذا ماتش رجل المباراه في لقاء الاهلي واهل يوبلس. مودي ليحيى الدرع لمودي تاني
واخترق مودي وصوب، ورمية جزائية تاني من الكابتن علاء بعد، بالرغم من تصدي حميد لتصويبة واختراق مودي، اهي الإعادة شايفينها حضراتكم، راح مودي، عدى مودي، تصدى حميد وبيدي على طول الكابتن علاء حسن رمية جزائية. الجولدن بوي هيصوب على طول أحمد الأحمر في مواجهة حميد ويتصدى حميد، لكن متابعة تاني من أحمد الأحمر للكورة، لكن أحرز بيها الهدف ال 12 مشاهدينا الكرام. نعمان كاستيلو اللي طلع في الباك لمصطفى خليل، لمحسن رمضان، لنعمان تاني، هل هيخش تاني ويصوب؟ ويصوب نعمان برضه، لكن في القائم والعارضه ودعاها دفعه وصفاره وفاول ورميه حره. تاني ياسر لمحمود نعمان، كان احد نجوم منتخب الشباب مواليد 92 نعمان. تاني مصطفى خليل واشاره اللعب السلبي، وادي قطع سيسه وراح على الدايره، وبقى 4-2 هجوميه، لكن دفاع بريس عالي من الزمالك، وقع نعمان في الخطا. واتلعبت على طول ووصلت لبكار، ومن الجناح طار وصوب، لكن حميد باقتدار يمنع بكار من الوصول لشباكه. دقيقة 25 مشاهدينا الكرام. ياسر سيف بيطلب منه الكابتن علاء يلعب الفاول من مكانه. وادي احمد عادل بيستعد بقى تاني للنزول على الدايرة، وفعلا نزل احمد عادل. محسن رمضان لنعمان. وادي حسن وليد، وكان فيها جذب من الفانيلا كده من التيشيرت. ورمية جزائية. وفيها عقوبة إيقاف دقيقتين تقريبا على حسن. وليد وطلع دلوقتي كاتونجا ونزل فلفل. هنشوف مين كاستيلو، متخصص الرميات الجزائيه في النادي الاهلي. عمر خالد ويصوب على شمال فلفل ويحرز الهدف العاشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي. واحنا وصلنا للدقيقه 25 من زمن واحداث الشوط الاول. ادي حديث ما بين اسلام حسن قائد وكابتن فريق النادي الاهلي، ودانيال جوردو المدير الفني للنادي الاهلي. ابتدى الاهلي يرجع تاني لدفاعه المتقدم كده، الضاغط على خط ظهر نادي الزمالك. وادي الدرع داخل وبيصوب، وكان طلب نعمان ووقف في طريقه حاول ياخد فاول عكسي. اتلعبت رميه الارسال، لكن الاعاده اللي فيها كل الافاده. وهدي النادي الاهلي على كورته ووقف وهدى هجمته ونظم صفوفه تاني، ونزل احمد عادل ومحسن رمضان على يمين نعمان في الباك رايت، وخليل على شماله في الباك ليفت، واحمد عادل على الدايره، وسيسا وكاستيلو في الجناحين. خليل حاول يعمل تمريره كده من خلف الدفاع لنعمان، لكن كان فيه مسك ودفاع وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. محسن وينزل تاني محسن ويصوب محسن ويتصدى كاتونجا. وادي صفاره من الكابتن علاء بفاول لصالح النادي الاهلي، بعد ما اشار كابتن حسام معتمد حكم المرمى ان هي رميه مرمى، لكن الكابتن علاء حكم الملعب احتسب
وادي نعمان تاني بكل فدائيه وجساره يشوط كوره بمهاره ويحرز بيها هدف بشطاره في شباك الزمالك، الهدف ال11، ويقطعها تاني النادي الاهلي ويروح سيسا ويسجل باقتدار ومهاره الشطار الهدف ال12 عشان يقلل الفارق الى هدف واحد. مشاهدينا الكرام، راح سيسا وخد الخطوات بتاعته قدام حسن وليد ويحرز بيها الهدف ال12. مشاهدينا الكرام، دقيقه 28، 13 الزمالك 12 الاهلي، لما ابتدى الاهلي يلعب ضاغط تاني على الخط الخلفي لنادي الزمالك، الدرع تاني طلع ونزل بدريبلايه واحرز الهدف، طلع ارتقاء عالي ونزل، وادي كان فيه فيصل، كان فيه دفاع قوي وكان بيطالب احمد الاحمر بايقاف دقيقتين نتيجه الجزم، لكن قال له كابتن علاء اهو بيقول له بيوضحها له ان هو سابه وكمل كورته واحتسبت الهدف. نعمان لمحسن رمضان لخليل ويصوب خليل، توصل لاحمد الاحمر تصدي كاتونجا ومنه البكار اللي دخل الكوره من زاويه ضيقه خالص، وعلى اهي استلم كورته وهو رايح بزاويه ضيقه، لف في ايده وحطها من فوق دماغ حميد الهدف ال15، ورجع تاني الفارق الى 3 اهداف. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي، وادي ابراهيم المصري واسلام حسن على دكه البدلاء، مصطفى خليل لمحسن رمضان لنعمان لخليل، غير اتجاهاته خليل وقع كده، نعمان اتزحلق نتيجة ان فيه عرق على ارضية الملعب، ومياه طبعا بتعمل اصابات وانزلاق للاعبين، واهم حاجة طبعا سلامة اللاعبين. مشاهدينا الكرام، طلع نعمان ونزل اسلام حسن تاني، ونزل خليل على شماله ومحسن رمضان على اليمين واحمد عادل على الدايرة، وادي نعمان اهو كابتن احمد سالم المدرب العام للنادي الاهلي، اسلام لمحسن رمضان ودخل محسن واحرز الهدف ال13 لصالح النادي الاهلي. هنشوف مشاهدينا الكرام متبقي 50 ثانية تقريبا على زمن وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء الذي يجمع الأهلي والزمالك في سوبر المحترفين. وبيصوب أحمد الأحمر من الثبات، وآدي يلمها بكار ويتصدى حميد ويعملها الإسلام على طول، رايح سريعة توصل لمحسن، متبقي 15 ثانية مشاهدينا الكرام، 15 الأهلي 13 الزمالك، وآدي كأس سوبر المحترفين، وخليل يصوب لكن يتصدى كاتونجا ويلمها ومنه للدرع، وحاول الدرع يعملها سريعة لكن تنطلق معها صافرة نهاية أحداث الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، بتقدم نادي الزمالك 15 مقابل 13 للنادي الأهلي. استراحة قصيرة وفصل قصير مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بحضراتكم بعد الفاصل ومع أحداث الشوط الثاني. وشكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، والميكروفون ينتقل الآن إلى الكابتن هيثم السعيد والكابتن محمد عبد الوارث والكابتن ياسر صلاح، فإليه الميكروفون. خلينا نطير لأرض الملعب، مجمع الدكتور حسن مصطفى، نقل أحداث الشوط الثاني، الأهلي والزمالك كأس سوبر دوري المحترفين في النهائي، ومعلقنا الكابتن إيهاب رجب، فإلى هنا.
سيداتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى أرحب بحضراتكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أحداث وقائع الشوط الثاني من لقاء القمة، لقاء الجولة الختامية في سوبر المحترفين. انتهى الشوط الأول زي ما سمعنا وتابعنا وشفنا مع حضراتكم بتقدم الزمالك 15 وتأخر الأهلي 13 هدف. يمكن النادي الأهلي كان عنده بعض الغلطات الدفاعية والأخطاء اللي أدت إلى أن الفارق استطاع الزمالك بعد ما كان الأهلي متقدم أن الزمالك استطاع أن هو يلم الفارق دوت ويتقدم ويحافظ على تقدمه. قرب الفارق تاني بعد ما كان ثلاث أهداف وصل لهدف واحد، وبعدين رجع في نهاية الشوط الأول انتهى بفارق هدفين. رمية الإرسال أهي قدام حضراتكم مع رمية مع نادي الزمالك بيلعبها سيف الدرع اللي لسه كنا بنتكلم برضو وقلنا في الشوط الأول إن كل اللعيبة اللي نزلت على مركز لاعب الدايرة هي مش لعيبة دايرة، مش سنتر فرود أساسا، إذا كان سيف الدرع أو لما خرج نزل لوكا أو بقطع الجناحين، ودلوقتي طلع بكار ونزل أحمد مؤمن صفى في الجناح اليمين، ودخل حسن وليد قداح وصوب لكن على شمال حميد بره المرمى، وتبقى رمية مرمى لصالح النادي الأهلي. ياخدها على طول إسلام لشين لعبد الرحمن فيصل، ادي يمكن الصوت جاي من الملعب اهو، وادي تصويبه قويه من محسن رمضان وارتقاء عالي من عبد الرحمن فيصل عفوا، لكن يتصدى لها كاتونجا. وادي كان في تعليمات من خارج الخطوط كده لحميد ان مطلوب ومهم جدا اول 10 دقائق، وان هو شال اول هجمه، وطبعا التعليمات دي كانت رايحه من الكابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمى للنادي الاهلي. احمد الاحمر يصوب كوره وهو بيقع كده لكن على شمال حميد في الارض يحرز بيها الهدف ال16 واول اهداف نادي الزمالك في الشوط الثاني. اسلام اختراق واستغل تاخر وعدم تقدم دفاع الزمالك وتعمق وتوغل في دفاعات الزمالك وصوب على يمين كاتونجا الهدف ال14 للنادي الاهلي. نازل النادي الاهلي يمكن بنفس تشكيله باستثناء ان كاستيلو بره وبيلعب محسن رمضان في الجناح اليمين. ادي اكرم يرسي بيقطع واسلام حسن طالع بيقابل حسن وليد من بره وبيصوب وليد وحميد يتصدى وادي تمريره كان فيها خطوره كده توصل لاسلام حسن ويصوب اسلام ويحرز على يمين كاتونجا الهدف ال15 على طول. ابتدى اهو من بره تشجيع من دكه بدلاء النادي الاهلي توصل للدرع لكن دفاع قوي من اسلام، وابتدى النادي الاهلي يقفل منطقه وسط الملعب منطقه مركز ثلاثه الدفاعيه اللي كان مستغلها نادي الزمالك في الشوط الاول. تاني الدرعين ودلوقتي الدرعين بيلعبوا في الخط الخلفي، يحيى في نص الملعب وادي تمريره منه لدودو، احمد مؤمن صفا استلم كورته وارتقى عالي اهي الاعاده وتمريره الدرع، ارتقى ووسع لنفسه وحط الكوره على شمال حميد في المقص الهدف ال17 لنادي الزمالك. نزل احمد عادل دلوقتي على الدايره وطلع ابراهيم المصري، التغييرات الهجوميه اللي بيقوم بيها الكابتن تانيا الجوردو المدير الفني للنادي الاهلي. احمد عادل لاسلام حسن لفيصل لاشين لفيصل استلم صوب وفي دفاع ودفع من احمد حسام وصفاره ورميه حره للنادي الاهلي لعبها سيسا
محسن رمضان بيلعب في الوينج رايت، ولاشين في الباك رايت، اسلام حسن في نص الملعب، على الدايره لاحمد عادل، لكن دفاع قوي واشاره اللعب السلبي، ومعاها صفاره رميه حره لصالح النادي الاهلي. فيصل لاسلام، تصويبه بره الثلاث خشبات، يلمها كاتونجا بسرعه للدرع الثاني، تمريره عائليه في الخط الخلفي الزملكاويه. سيف بيقف على كورته وبيهدي، وحسن قداح هو اللي بيلعب على الدايره دلوقتي مشاهدينا الكرام. هيطلع حسن عشان يستلم ليحيى، لسيف، لاحمد الاحمر، لسيف، للجناح، لاكرم، يلعبها عرضيه توصل لدودو، واشاره اللعب السلبي، وادي يحيى الدرع هيستعمل قوته، بالرغم ان سيف الدرع وهو داخل بظهره يعني، الا ان الحكم كابتن حسام اداله فاول وصفاره ورميه حره من على خط التسعه متر. لعبها حسن وليد، قداح لسيف، يصوب، لكن حميد بتالق وتركيز عالي لاسلام، منه لمحسن رمضان، وبيهدي تاني اسلام ملعبه، وبيوقف الهجوم الفاست بريك السريع، وادي خالد عثمان، وتحيه لحميد. اسلام ولاشين، خط الخلفي للنادي الاهلي اللي بيتكون من اسلام حسن كصانع العاب وعقل مفكر ومحرك هجمات النادي الاهلي، لاشين اللي هيبتدي نشوفه بقى، هل لاشين هيصوب ولا لا؟ وادي اشاره اللعب السلبي اترفع الثاني برضه، وعلى الدايره لاحمد عادل، استلم واحرز الهدف ال 16 مشاهدينا الكرام. اهي الاعاده وفيها كل الافاده، قطع احمد عادل من تحت الدفاع المتقدم الزملكاوي نتيجه تقدم يحيى الدرع، واستلم كورته ولف وحط الكوره على يمين كاتونجا. سيف الدرع اللي بيلعب في نص الملعب دلوقتي، وعلى يمينه احمد الاحمر، وعلى شماله يحيى الدرع، وهتلر على الدايره، وادي كوره توصل لدودو في الجناح الشمال ليحيى تاني، الاحمر ليحيى اللي داخل يحيى وحاول يعمل الدريبلايه، وقطعها سيسه، قطع الدريبلايه لان الكوره جت في رجل، الكوره جت في رجل سيسه، في رجل الدرع، لكن الكابتن علاء بيعيد الكوره وبيقول ان كان فيها ضربه في ايده مش في الكوره، وهي دي اللي خلت الكوره تتقطع والدريبلايه تتقطع وتبقى رميه حره لصالح نادي الزمالك. وادي مستر دانيال جوردو المدير الفني للنادي الاهلي بيحمس ويشجع لعيبته، يمكن ده الثالث. وادي دودو بيقطع من الجناح، والدرع نزل الكوره لهتلر، ويتصدى حميد، وعلى مهله خالص. قلنا لحضراتكم ده ثالث لقاء للمدير الفني الاسباني اللي عايز طبعا يفرض بقى في اول لقاء ليه في مواجهه مواطنه اوليفر روي المدير الفني لمنتخب النادي الزمالك الاسباني هو الاخر، ويتصدى حميد بكل مرونه ورشاقه، وكوره عكس حركته بيفتح جراند كار كده ورجله تجيب الكرة من أقصى الزاوية اليسار، ويمنع الكرة وتصويبة أحمد الأحمر من الوصول لشباكه. بيلعب دلوقتي عبد الرحمن فيصل في نص الملعب، وإسلام حسن في الباك، ورجع تاني تقاطعات للخط الخلفي للنادي الأهلي كده، وتصويبة، وكان معاها دفعة طبعا. احمد عادل دخل عمل يحاول يعطل الكوره، وكان فيها خطوه زياده برضو من يحيى الدرع، ويلمها حميد، يلعبها لسيسه لياسر سيف، ويحرز ياسر سيف الهدف ال 17 وهدف التعادل
لصالح النادي الاهلي مشاهدينا الكرام، عشان يتعادل النادي الاهلي واحنا بنلعب في الدقيقه 9 من زمن واحداث الشوط الثاني. معنى كده مشاهدينا الكرام ان الاهلي متقدم في الشوط الثاني بفارق هدفين، وادي كاس بطوله سوبر المحترفين المصري، وايقاف دقيقتين على كاتونجا على كريم هنداوي، وادي الكابتن حسام بيديله تحذير. اللي انت كل مره بتعترض على القرار وكل مره بتتكلم وكده العقوبه هتتضاعف. الملعب واقف مشاهدينا الاعزاء، وادي كاتونجا واعتراض يعني، وابتدى يخرج بره المود وتركيزه، واحمد الاحمر بيهديه خالص. وكده النادي الاهلي قدامه فرصه انه يبدا يتقدم تاني في هذا اللقاء بعد ما بدا ايضا الشوط الاول وتقدم الى نتيجه 5-3 و5-4. ادي اسلام لفيصل، لياسر سيف، لاسلام على الدايره لاحمد عادل، ويصوب احمد ومعاه هتلر رمضان وصفاره، ورميه جزائيه، رميه 7 امتار. مين اللي هيصوب؟ مين اللي هيشوط؟ كاستيلو سبيشاليست الرميات الجزائيه في النادي الاهلي، متخصص الرميات الجزائيه والبينالتي شوت. كاستيلو في مواجهه فلفل، ويصوب كاستيلو على شمال فلفل ويحرز الهدف ال 18. اعزائي واحباء النادي الاهلي في كل مكان، يتقدم النادي الاهلي في الدقيقه 11، 18 الاهلي، 17 الزمالك، والزمالك ناقص لاعب، وكده المرمى خالي من حارس المرمى، لان الزمالك بيلعب هجوميا بست لاعبين، وفي ايقاف دقيقتين على كاتونجا. معنى كده ان هو سحب لاعب، دخل اكرم يسري وصوب من زاويه ضيقه، لكن حميد باقتدار وبمهاره الشطار قافل عليه المرمى تماما، واجبره انه يحط الكوره بره الثلاث خشبات عشان تبقى رميه مرمى لصالح النادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء. تاني سيسا عمل الخداع وحاول يخترق تاني، اسلام حسن لعبد الرحمن فيصل لسيف لسيسا، وفي العارضه في القائم لسوء حظ سيسا يعني فشل ان هو يحرز الهدف، وهي دي الكرات اللي اتكلم عليها الاستوديو التحليلي مشاهدينا الكرام، ان احنا لازم ناكد اهدافنا. وادي تايم اوت، وقت مستقطع بيطلبه اوليفر روي المدير الفني الاسباني لنادي الزمالك، وفي المعسكر الاحمر النادي الاهلي اوليفر روي، ونشوف دانيال جوردو، ونشوف هيقول ايه كلا المعسكرين. ادي الاعاده اهي للكوره، اسلام حسن والرميه الجزائيه اللي حصل عليها احمد عادل. بيطلب ان هو يقفل المساحات في الدفاع. احنا لو لعبنا دفاع متقدم، لكن لازم نعمل كلوز للمسافات اللي بيننا وبين بعضينا. ده كانت تعليمات وتوجيهات مستر دانيال جوردو المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي، واول مواجهه ليه امام نادي الزمالك. انتهى الوقت المستقطع التايم اوت اللي طلبه اوليفر روي المدير الفني لنادي الزمالك، ونزل دلوقتي احمد الاحمر في الباك رايت، ويحيى الدرع في الباك ليفت، وسيف الدرع في نص الملعب كصانع العاب، وهتلر على الدايره. سيف ليحيى للاحمر لسيف للاحمر تاني ليحيى الدرع اللي جه في الرايت باك، الاحمر اهو وهيمرر للدرع، وقافل اهو النادي الاهلي
بقوه وابتدى يبقى فيه شراسه دفاعيه مشاهدينا الكرام، وصفاره وفاول ورميه حره للنادي الاهلي، وادي المصري بيطلب من زمايله تاني سيف الدرع يمرر الكوره لدودو، لكن معاها صفاره من الكابتن حسام وفاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. 18 الاهلي 17 الزمالك، احمد الاحمر للدرع ويصوب، لكن تصويبه قويه لا تصد ولا ترد، ما يقدرش حميد يعمل لها حاجه. اهو الدرع طالع لوحده بعد ما تخلص من ابراهيم المصري واحرز الهدف ال 18 هدف التعادل لصالح نادي الزمالك. لسه الاهلي ما زال عنده القدره والفرصه ان هو يتقدم في هذا اللقاء. النتيجه تعادل 18-18، بنلعب في الدقيقه 13 من زمن واحداث الشوط الثاني. نزل دلوقتي زيزو احد برضو الاوراق الرابحه في الجناح الشمال عبد العزيز ايهاب، ونزل نعمان ودخل عبد الرحمن فيصل واخترق وارتقى وصوب، لكن كان في دفاع قوي من هتلر وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. نعمان في نص الملعب، على يمينه رمضان محسن، وادي ما اتحركش برضه محسن، ما قربش وما تقاطعش مع نعمان، وفي خطوه زياده من عبد الرحمن فيصل لمها على طول ولعب الفاول والرميه الحره توصل ليحيى الدرع يمرر لاحمد الاحمر في الباك رايت. الاحمر عايز يسيب الكوره للدرع، لكن كان صحيله احمد عادل ادي اهو دانيال جوردو بيطلب من نعمان انه يجي عشان يقابل، وفي ايقاف دقيقتين على مين؟ على عبد الرحمن فيصل. وادي الكابتن علاء بيوضح سبب الايقاف ايه، ان هو سمعه كان بيعترض وبيقول كلام وهو راجع بعد ما صوب التصويبه اللي حسبها اربع خطوات عليه، فبالتالي اداله عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين. كده الزمالك عنده زيادة عددية وتفوق عددي، هل هيقدر يستعمله ويستفيد من الزيادة العددية؟ وفعلا كرة توصل في الجناح لدودو، أحمد مؤمن صفا يرتقي ويصوب ويحرز على شمال حميد في المقص الهدف ال 19 عشان يرجع تاني يتقدم الزمالك بفارق هدف، 19 الزمالك 18 الأهلي. لاشين اسلام حسن، لاشين اسلام حسن، لاشين احمد عادل، طلع حسن وليد حاول يقطع الكوره لكن تابعها نعمان. وادي نعمان اهو بيطلب من الكابتن حسام الحمايه، لانه بيقول له ان هم بيلعبوا على الوش والدفاع بيبقى في الوجه. لاشين لاحمد عادل لاسلام، واشاره اللعب السلبي اترفعت تاني من طاقم التحكيم، ونزل زيزو، هيطلع زيزو ونعمان هيشوط ويصوب لاشين، لكن يتصدى كاتونجا ويلمها سيف الدرع وبيطالب بيها وتقع من ايد اكرم يسري، رميه مرمى رميه جانب لصالح النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، تاني اسلام هدى دلوقتي وبيطلب انه يهدى، وادي الكابتن علاء يوسف مراقب الحكام بيطلب من دكه احتياط نادي الزمالك الهدوء. اسلام حسن ونعمان، وادي لاشين، هل لاشين هيبتدي؟ وادي تمرير على الدايره لاحمد عادل، باك هاند هدف ولا اروع ولا اجمل، بذكاء لا يحسد عليه، ظهره للمرمى. اعزائي المشاهدين استلم كورته وهو بيقع، عملها باك هاند كده بظهره
في الشباك تعانق الشباك ويحرز بيها الهدف ال 19 الاهلاوي عشان يتعادل النادي الاهلي 19 مقابل 19 لنادي الزمالك. مشاهدينا الكرام، يحيى الدرع لحسن وليد، عملوا له ستاره اهو شايفين الدرع عمل له ستاره وخد المدافعين معاه تحت وطالع حسن وليد صوب كوره قويه قاذفه اهداف جو جو تعانق الشباك الاهلاويه ويحرز بيها الهدف ال 20. مشاهدينا الكرام، خلصنا نصف الشوط الثاني مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. لاشين اختراق لنعمان وغير اتجاهاته نعمان، وتاني احمد عادل عمل متابعه لكورته وصوب، لكن كان فيها دفعه من سيف الدرع وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. تاني نعمان لاسلام حسن، اسلام عايز يستغل المساحات، وادي تاني لاشين برضو الاخطاء اللي اتكلمنا عليها مشاهدينا الاعزاء اللي بترتكب، الاخطاء الساذجه اللي بترتكب الحقيقه، يعني ما لهاش وصف غير كده. وادي كوره توصل على الدايره لهتلر يحرز منها اهي، استلم كورته وصوب واحرز الهدف الواحد وعشرين، ومعاها صفاره وتايم اوت وقت مستقطع طلبه دانيال جوردو عشان يعالج الاخطاء اللي بتحصل من لعيبته على ارض الملعب. نسمع هنقول ايه ونرجع لحضراتكم بعد انتهاء الوقت المستقطع تاني. اسلام سيسا، اوكي اسلام سيسا، ريمبر تشينج، اوكي ريمبر تشينج. ليتس جو دو وين دي بلاي ايسلانديا، اوكي دي بلاي ذيس اكشن. ذيس جاي فول، اوكي ذيس جاي فول. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الاعزاء اللي طلبه دانيال جوردو المدير الفني للنادي الاهلي، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. ويمكن سمعنا بعض التوجيهات من المدير الفني للنادي الاهلي الاسباني دانيال جوردو، نزل سيسا تاني في الجناح الشمال الليفت وينج، وبيطالب اسلام حسن برضو ان هو اللعب يبقى نتيجه ان الزمالك فاتح خطوطه الدفاعيه، ان اللعب يسيب الكرة لما يبقى واحد على واحد عشان يقدر يعدي بالمهارة اللي بتنهي العبارة. وآدي أهو إسلام هيروح واحد على واحد وبيسيب لأحمد عادل ويلم أحمد عادل ويصوب ويتصدى فلفل، لكن كان فيها إعاقة من سيف الدرع ورمية جزائية لصالح النادي الأهلي. كان طالع فلفل بيحاول يعمل تغيير ويخرج، لكن اتقال له خليك كاتونجا مش هينزل، لان واضح ان كاتونجا بقى بره تركيزه. وادي كاستيلو في مواجهه فلفل ويعرض كاستيلو الى هدف ال 20 في الزاويه ال 90، واحنا داخلين على الدقيقه ال 20 من زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه مشاهدينا الكرام. دودو احمد مؤمن ليحيى الدرع لحسن وليد، قداح لدودو لقداح، وينزل قداح في الجناح ويطلع دودو في الظهير في الباك. وقعت الكره من ايد احمد الاحمر، تابعها تاني وسيف الدرع على الدايره وعملها لحسن اللي صوب واحرز الهدف ل 22. اهي استلم الكوره وارتقى لان احمد الاحمر كان واخد الدفاع تحت وسايب المساحه لحسن انه يشوط ويحرز بنجاح. اسلام
لفيصل محسن، ومحسن لإسلام تاني، محسن رمضان لإسلام حسن لعبد الرحمن فيصل لإسلام، وأدي إشارة اللعب السلبي اترفعت أهي، وأدي إسلام منه لمحسن رمضان، صوب محسن لكن هتلر ودفاع قوي جدا قفل على محسن ومنع التصويبة أن هي تطلع بكل قوتها، فبالتالي رمية حرة لصالح النادي الأهلي وصفارة تاني، وأدي لم الكرة من العارضة توصل لأحمد الأحمر يصوب ويحرز الهدف الثلاثة وعشرين، وآدي تشجيع وتحميس من خارج الخطوط بعد ما اتسع الفارق إلى ثلاث أهداف تاني، وآدي أحمد عادل تاني الباك هاند بقى ماركة مسجلة باسم أحمد عادل. يقلل الفارق تاني 23 الزمالك 21 الأهلي الدقيقة 22، ويمكن أحمد عمل برضو حركة ذكية جدا إن كان هيحصل فاول تغيير وكان سيسا هينزل، لكن أحمد عادل منعه ومسكه قبل ما ينزل ويبقى فيه لاعب زيادة في الملعب، وآدي اتقطعت الكورة ومنه لسيسا اللي رايح ويخترق ويحرز الهدف ال 22 مشاهدينا الأعزاء، ويخش اللقاء والمباراة، لكن فارق السرعات هنا لصالح سيسا على يحيى الدرع اللي دفع سيسا كده، لكن تسجل سيسا الهدف ال 22 عشان يقل الفارق إلى هدف واحد، 23 للزمالك 22 الأهلي، بنلعب في الدقيقة 22 من زمن وأحداث المباراة. حسن وليد أحمد الأحمر لاشين، بتقع الكرة ويلمها النادي الأهلي ويروح ٢٣-٢٣ في الدقيقة 23 مشاهدينا مشاهدي وأحباء النادي الأهلي في كل مكان، وما زال النادي الأهلي عنده الإصرار والعزيمة على إن هو يحصد هذا اللقاء، وآدي الكرة تتقطع تاني ويلمها سيسا بفدائية ومنه لياسر سيف لإبراهيم المصري برجولة وبتحية يستحق عليها تشجيع وتحية كل الحاضرين في أرض الملعب. الحقيقة كورة دبل إفكت من سيسا، عمل يعني أداء مزدوج الحقيقة. أحمد عادل لفيصل لإسلام حسن على الدايرة لأحمد عادل، وآدي هتلر يعني كان فيه دفاع قوي كده، أهو هنشوف الإعادة أهو استلمها ودخل براسه في راس أحمد عادل من الخلف كده اللي قام، واللاعبين كلا الاتنين بيمتازوا بالقوة البدنية الحقيقة، والحمد لله سليم أحمد عادل وسليم هتلر، واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم. تاني ما زال الأهلي عنده الفرصة، وتقع الكرة من إيد إسلام حسن بغرابة شديدة وياخدها هتلر ويحرز هدف التقدم لنادي الزمالك 24-23. كرة وقعت بغرابة شديدة والأخطاء اللي بنتكلم عليها وقلنا لحضراتكم عليها، وآدي إيقاف دقيقتين على مين؟ على يحيى الدرع، وفي وقت حرج جدا. شايفين طالع وجايب عبد الرحمن
ونزل مهاب بيلعب في الباك رايت دلوقتي رقم 48 ولسه التقدم زملكاوي 24-23 وداخلين بقى على الوقت الحاسم بقى والوقت الحرج. وادي تاني مهاب لاسلام لاحمد عادل تقع الكره من ايده ومعاه دفاع من اتنين لاعبين من نادي الزمالك واعتراض وادي كارت اصفر على الكابتن روبي مدرب عام نادي الزمالك. اللي كان فيه اعتراض من خارج الخطوط والكابتن علاء يوسف بيهدي الموقف وبيطلب منه الجلوس ان يبقى فيه واحد بس هو اللي واقف من الجهاز الفني. ويصوب مهاب ويصد فلفل ويتابع احمد عادل ويحرز منها الهدف التعادل العادل 24-24 مشاهدينا الاعزاء. وبنلعب في الدقيقه 25 من زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه. المباراه بقت على صفيح ساخن وادي علي هشام نصر وبكار من على مقاعد بدلاء نادي الزمالك احمد الاحمر لحسن وليد لسيف الدرع لحسن اللي طالع عايز يمرر ونزل بدريبلايه وكان طالع سيسا بيحاول يقطع التمريره وحسن بيستغل الثواني عشان ينهي الايقاف الدقيقتين اللي على يحيى الدرع. سيف الدرع لحسن ويصد وايقاف دقيقتين تاني على مين؟ على عبد الرحمن فيصل برضه في وقت حرج. 24 الاهلي 24 الزمالك في الدقيقه 26 خلاص داخلين على ابتدينا المنعطف الاخير اللي هيحدد ملامح هذا اللقاء اللي ماشي متكافئ حتى الان والتعادل هو سيد الموقف. حسن وليد لهتلر لحسن قداح لاحمد الاحمر وطلع حسن ونزل بدربلايه تاني وحصل على الرميه الجزائيه. وادي الكابتن ابراهيم المصري بيقول ان هو حط الدربلايه بعد ما نزل فبيوضح له الكابتن حسام بيقول له برضه مفيش مشكله لان هو ما كانش واخد ثلاث خطوات هو كان واخد خطوتين وارتقى وبعدين نزل بقت الخطوه الثالثه وبعدين حط الدريبلايه وراح تاني وحصل على الرميه الجزائيه. حميد في مواجهه اكرم يسري يلا يا حميد هيشيل وينجح اكرم في احراز الهدف ال 25 لسه الدقيقتين ما انتهتش ونزل الدرع اكتمل صفوف نادي الزمالك كده وطلع بيطلع ياسر سيف اهو وهينزل احمد عادل. اسلام حسن في نص الملعب على يمينه مهاب وعلى شماله خليل ويصوب اسلام ومعاه دفاع لكن ما فيهاش اي حاجه وبره الثلاث خشبات وتبقى رميه مرمى لصالح الزمالك ياخدها الدرع لاحمد الاحمر رايح الدرع ويشوط بعد الصفاره وهو الكابتن علاء بيوضح القرار لاسلام ان ما كانش فيها حاجه لان هو شايط بكل اريحيه. احمد الاحمر تاني بيحاول يهدى على كورته ويحافظ على كورته ويصوب تصويبه اكيده لكن كان معاها الفاول حصل على الرميه الحره. خلاص احنا متبقي حوالي دقيقتين ونص تقريبا. احمد الاحمر لسيف الدرع يصوب سيف الدرع وتبقى رميه حره لصالح نادي الزمالك تاني واكتمل النادي الاهلي ويشوط يحيى الدرع التصويبات اللي هي ما بتتصدش وما بتتشافش على يمين
من على ال 10 متر شايفين الارتقاء والتصويبه، الدفاع ما طلعش قابل عفوا مشاهدينا الاعزاء ما طلعش قبله، فالتالي شايط باريحيه احرز بيها الهدف ال 26 عشان يزيد الفارق الى هدفين، 26 الزمالك 24 الاهلي. اسلام حسن لمهاب ويصوب مهاب تاني باستعجال كده، تصويبه بدون اي معنى تيجي في القائم ويلمها نادي الزمالك وعلى مهله خالص، متبقي حوالي دقيقه ونص ولسه وادي تحركات للخط الامامي، بيقطع اكرم عشان يفضوا المجال لاحمد الاحمر، واشاره اللعب السلبي اهي مرفوعه، كره مع احمد الاحمر، اسلام حسن بيدافع والاحمر ويقطعها احمد عادل بيطلب ان هي تتلعب من مكانها، متبقي 55 ثانية مشاهدينا الأعزاء، وبكده النادي الأهلي لازم يحرز الهدف ده، وأكيد مش هيبقى قدامه غير إن هو يلعب مان تو مان من بعد رمية إرسال نادي الزمالك. إسلام حسن لكن الهجمة خدت وقت طويل، وبكده الثواني بتقل، أحمد عادل تايم اوت بيطلبه النادي الاهلي، وبتبقي 29 ثانية بالتمام والكمال على زمن واحداث الشوط الثاني والمباراة مشاهدينا الاعزاء. نسمع مع حضراتكم اهي 26 24 الدقيقة 28 و22 ثانية، يعني متبقي لسه بدري، متبقي حوالي دقيقة 38 ثانية لسه بدري، انتهى الوقت المستقطع وعلى مهله النادي الأهلي، هيأكد طبعا هيحاول يسجل الهدف ده ويمنع ان شاء الله بعد احراز الهدف يمنع الزمالك من الوصول لشباكه عشان يحاول يوصل لهدف التعادل. تاني مهاب لاسلام ويخترق اسلام، لكن كان فيها صفاره ورميه حره لصالح النادي الاهلي بيجيبها سيسه بسرعه، احمد عادل بيلعب لمهاب هيرتقي مهاب ويصوب تاني ومعاها رفعه وتتلعب من، وادي تصويبه هدف لا يصد ولا يرد من عبد الرحمن فيصل، اهي شايفين الاعاده فيها كل الافاده بمهاره وشطاره، يحرز الهدف ال 25 مشاهدينا الاعزاء عشان يقلل الفارق الى هدف واحد، ومتبقي 50 ثانيه بالتمام والكمال. يحيى الدرع، حسن وليد في نص الملعب على يمينه احمد الاحمر، ابتدى الاهلي يلعب دفاع متقدم عشان يمنع ويخش الدرع ويخترق ويصوب ويحرز الهدف ال 27. عبد الرحمن تاني لاسلام، تاني عبد الرحمن يصوب والمرمى خالي ويحط الدرع الهدف ال 28 عشان يأكد فوز الزمالك 28 مقابل 25 الأهلي، ومتبقي خلاص 5 ثواني ويمكن اللعيبة سابت الكورة وبتسلم على بعض، هارد لك للنادي الأهلي، حظ أوفر في اللقاءات القادمة إن شاء الله. وينتهي اللقاء مشاهدينا الأعزاء فوز نادي الزمالك بفارق 3 أهداف 28 25 وحصوله على
سوبر المحترفين المصري لكرة اليد للرجال. واضح التأثر على لاعبة النادي الأهلي وعلى مهاب على الأخطاء اللي ارتكبها. هارد لك للنادي الأهلي، حظ أوفر في اللقاءات القادمة إن شاء الله. فرقة واعدة ولاعبتها صغيرة السن، ويمكن كل اللعيبة بتحيي مهاب وبتشد منه نتيجة إن هو زعلان على ارتكاب الأخطاء اللي ارتكبها. شكرا متابعينا ومشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان على متابعتكم معنا، وحظ أوفر في اللقاءات القادمة لفريق النادي الأهلي، ومبروك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الأهلي، وعلى أمل اللقاء بكم في اللقاءات القادمة. وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.